هاي ميج 21. ليه يا أعمص ما شايف الدنب؟ هاي هوكر هانتر. لا كانوا قراب إلو أخوات الشحطة. رجعت أم البربارة. بعد ما ماتي يلا بعد عن طارق. طارق رجع. Monsieur Tarek Nouiri fait le malin. Comment s'écrit monsieur? Allez-y, monsieur. Vous êtes un analphabète diplômé. Vous vous moquez de qui, monsieur Nouiri? De la France? C'est oui ou c'est non? Soit c'est oui, je me moque de la France, soit c'est non, je ne me moque pas de la France. C'est non. Non? Oui. Eh ben non, non, non. Ah oui. Je me moque du pays qui m'offre une éducation. Ben non. Oui. Non, non, non. Et on rigole en plus. Plus haut. Plus haut. L'autre côté. Monsieur Nouiri, vous êtes un cancre. Un enfant mal élevé. D'une insolence sans limite. Vous êtes une nullité, monsieur Nouiri. Vous appartenez à la jungle. Allez! Dehors! Vous vous rendez compte, mesdemoiselles, messieurs, le lycée français de Beyrouth et la création de la mission laïque française. N'oublions pas que la France a créé votre pays. La France vous a donné vos frontières. Nous vous avons enseigné la paix. Nous avons préparé votre civilisation et votre constitution. Sachez que l'éducation française en particulier, est le seul chemin
pour vous sortir de vos coutumes primitives. Bon, allons-y, ouvrez vos livres. Nous allons faire une proposition. Voici le sujet. On est prêts ? Vous êtes mal reçu par le gardien d'un immeuble. Il vous prend pour un voleur. Vous êtes mal reçu par le gardien d'un immeuble. يعني ماما انت تصرفت بشكل عدم المسؤوليه. ماما كيف عم تحكي هيك؟ اي نعم، بتعرفي انه انا كنت اخر واحد ناطر؟ لك يا حبيبي، من لما سمعت الاخبار على الراديو تركت العدليه باسرع وقت، ولك صار لي ساعتين على الطريق. وينه بابا؟ ان شاء الله يكون رجع على البيت. حيث اطلق عناصر من حزب الكتائب النيران باتجاه ماما. شوفي ما حدا بيعرف شو عم بيصير. أنا بعرف. سبق الحادثة صوت هلا؟ ابني كل يوم بدع. ازدهدفت عناصر من الجبهة. ابني كل يوم قرر. أدت إلى مقتل وجرح ستة أشخاص. صوت هلا؟ ابنك مبسوط؟ رح الدم أنت هيك على طول؟ ماما ما عملت شي اليوم. أنت بتعرفي لازم ما بيحكي إلا من راسه. طيب صوت اليوم بدع وقرر هو بالملعب. يعني لا يا عمر خلص. انت تصبر فيني الى حضوره. باي عمر. ماما مش باصبعك. ماما بدي سردين. سردين ماما كل يوم سردين. تذكري هلا سنة 63 لما كنا بالجامعة؟ بابا شو صار؟ 63 كنا بمظاهرة طلابية وصلت من هون للجزائر. كنا سقطنا الحكومة لما نزل الجيش. أحداث اليوم ذكرتني بهديك الأيام. وماما وين كانت؟ ماما كانت بثورة تانية. كانت بثورتي أنا. أبيبي رياض، اليوم مين بتفتكر كان وراها؟ بعتقد هي انتقام اسرائيل من الفلسطينيين بعد اللي صار بتل ابيب. ما بظن لنا دخل فيها. كيف ما لنا دخل فيها ما دام هالشيء عم يصير على ارضنا؟
أنا وبالعدلية التقيت بمندوب الصحافة الأوروبية. تعرف شو قال لي؟ لبنان رح يواجه تغيرات جذرية. تغيرات جذرية؟ شو اكتشف المي الباردة؟ صار له 100 سنة الشرق الأوسط بيواجه تغيرات جذرية. اسمع شو قال لي. بريباري فو ان لونغ هيفير. لك من عمتين الغرب بيفهم الشرق، هلا جايين يحللوه. شو بيعرفني؟ أنا بعتقد يوم يومين بيبعتون لاش السيناتور الأمريكاني، مفاوضات هون، طحنك هونيك وبيقضوها. أيوة صيفيت الجاي أحلى كامبينج بفرنسا. لا عيفني، كل يوم أنا بفرنسا. ماما بابا تعالوا شوفوا. هون ليك بابا. شو هول؟ أنا بالمضيئة. رجع يهريك هري. يلا طارق رح نتأخر على الصف. طارق كل يوم نفس السيرة. على الصف. لك شو بك اليوم؟ صفي بلسانك يا ولد. قلتلكن ما في مدرسة. بابا اسمعني هلا اوكي، خلينا نحكي مثل الرجال. امبارح اجت لعنا مدام فيال، ايه قالت لي نو فوني با ان كلاس، عم تفهمني؟ بترجم لك ما تجوا على الصف. قلت لها ماما مين هون؟ ما بعرف يا. ايه قلت لها انه بدي اجي حتى لو مسحوها للمدرسه. قالت لي مسيو ميري ما تعذب حالك، عم تفهمني؟ ماما اذا مسكره المدرسه بنرجع وخلص. سكره ها. والله شيء رهيب، الناس عم بتموت وانتم ما لكم الا الثقافه. شرايط نهار ولوريون. نهار جرايد. نهار جرايد. حادث عين الرمانة، 30 قتيل وعدد من الجرحى. عرفات يستنجد بالملوك والرؤساء العرب، وجميل يتهم إسرائيل بافتعال الحادث. عم تفهم شيء؟ علمي علمي. شو في خيي؟ رح اتأخر على المدرسة. بيتك رئيس.
معكم؟ ايه مرتي وابني. لوين استاذ؟ رايحين نوصلوا على المدرسة. شو بدك من المدارس؟ ما سامع؟ ما عم فوتوا حدا، رجع. مين ما عم بفوتوا حدا؟ مسيحية. بابا فاتوا تلاميذ على الصف. بس أنا من هون. بس المسيحية ما طلعوا اليوم. بابا اسمع شو عم بيقول لك الزلمة. خلاص. لك يا خيي نحن من بيروت. بيروت وحد الله يا زلمه، بيروت صارت شرقيه وغربيه وما بيخلوا المسلمين يقطعوا. جاي جاي يلا. نحن بأي بيروت لكن؟ هي نحن بالغربيه. بابا ماما مدرسة العزيزه هونيك. او بعزاه فزاع او بعزاه فزاع. ما ازعجك. اللهم صلي على النبي، اللهم صلي على النبي. لوك يا ولاد، لوك يا ولاد، لوك شو لك بوتو. نزلت الكثيفة، نزلت الكثيفة. طلع على المطلق على العيشة بس جرى لك على العيشة. لك يا رجاش وطرشها. ليش ما عمالي بترد علي؟ ولك قوم انهز، صار لك من طيس الصبح وانت ملزق على هالكبسه. ولك قول يا اخنك ما دامك هيك. ولك قوم اتحرك جيب لنا خبز ولحمه. ولك اذا انت ما بدك تاكل انا بدي اكل. قوم رد على امك. كس امك. شوي يا جماعه طولوا بالكم. يلا يعطيك العافيه معلم حسن. اهلا بالرئيس طارق. كيف صحتك؟ منيح. مأمور؟ واحد عزوك. لك تكرم عينك. بعودك بعود. أي سلمان، أي سلمان. الساعة ساعتين وشوي. اسمحوا لي جاوب عليه. تفضل. أنا خلاص. أخ يا معلم حسن، لو أمي بتعرف قد إيه باكل هون. لا أنت ولا رئيس جمهورية، ولا الله إذا عارف شيء منه. إيه ما بصدق. لا بدك تصدق، ما تصدق حق. معلم حسن شو بيه درويش؟ عم يفقع تربيل. شوف استاذ طارق، مين من سألك شو دينك بتقول له انا لبناني، وهيك قال معلم حسن. تفضل. على حساب من مئات السنين هن المسيحية ما بدهم يختلطوا بهالمسلمين بالبلد. عمو طارق. مرحبا عمو عبد الله. فوت عمو فوت. شو عمو طارق مبسوط ما في مدرسة؟ لا 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 بالعكس عمو عبد الله، انت ما بتعرف قديش انا زعلان لانه مسكر المدرسة. عيونكم 10 10 على الفيديو. ايه بابا ايه طارق عبري ماتيماتيك. شو خولك بديع فلتوه من العصفورية؟ ليه اجدا راح تسبب لي ورطة كبيرة مع بيي. كم مرة بدي اقول لك ما تجي لهون الا اذا كان معك كتاب تحت باطك. بعدين اختصر الحكي مع بيي. مرحبا عمو عبد الله. مع السلامة عمو عبد الله. إذا علّى عليك مثل هذا الأمريكي ما بيعود بيخلص. بعدين بيجي لعندي بيتمني إنه عم ضيع وقتي. يعني بليز ما عم بحكي عبراني. بدي فرجيك شغلة. بس والله إذا بتفتح دمك برات هالأوضة لدعوسك تحت إجري. عم تفهمني؟ حلوف. وحياة الله. لا حلوف. وحياة أمي وبيي. وشو كمان؟ لك إن شاء الله موت. وشو كمان؟ لك شو كمان؟ لك إن شاء الله صير أصطر مثل خالك بديع إذا بتطلع كلمة برات تمي. هيدا بالضبط يلي كنت بدي أقول لك إياه. أخوات بديع؟ لا، مرت أخوات بديع. هلأ أخوات بديع صار عنده مرة؟ شو شقفت بفتيك؟ يا نبي محمد شو عم تحكي؟ فرجيني. Thank you.
الربي والرويري شو هيدا؟ لروق رح تجرسنا عمر فرجيني. طب هيدا مش حق لك لك قطيع تقطعك لحتى بخش لي ظهري بها محل السن في الماك. عمر ازيح صار دوري هلا لك مو شوي شفت لها كالسونة لا عن جد لك شو هذا يا ابو العبان يا سلام اكشن اكشن يا حلو يا بيع السحبه ليه المطار هط بالمطار شو هالمنطقه قولي لي على قامتك كأنه بزقوا تلي سفالس ليك هيئتها حزينة ليك شو اسمها الحلوة ليلى ليلى صافي ليلى صافي صحة وعوافي انتي فينا نحضر الفين لما زهروا ابن الكلب سبيرو عم بدفعنا 10 ليرات هالايام تزهر الفيلم طب ما نروح عند غيره هو الوحيد اللي عنده سوبر ويت ليلى صافي جرب تخيل ليلى صافي بشي ليلي من هالليالي الصافي بتقوم بتعركها مع جوزها بتقوم بتترك البيت بنص الليل وبتركض وبتركض على شط البحر وهي على شط البحر بتقعد وبتولع سيجاره بتطلع بالقمر بس بعدين بتشلح ثيابها شوي من هون شوي من هون بتصير مزلطه ما بقى فرقه معها مين حدا حضرتك السيس طاري بتطلع فيك بتطلع فيها بتطلع فيك قلبك اللي حيوقف قلبك ببلش يدق تطلع فيك وبتقلك فيني اقعد حدك ليلى بتقعد حدك تمسك لك ايديك وبتحلمس اجريك رفيقه بس بعدين شوي وشوي تشلحك الكيلوت تجي مواجه البحر وبتجرف لك الكيلوت تطلع فيك وعشقاني بتقرب شفافه من خدك تطرقك بوسع شفافك قلبك رح يوقف تمسك لك راسك وبتربع جسمك بتلحس لرقبتك وبتوشوش لك حصار شو بتوشوش لك انك طارق خدني طارق خدني خدني عند جوزي بديع ما اخرب نزعت الفيل
شو بكي؟ احكيني. شد الهمة يا هلا. بلدنا ما في شيء. هيدي مش أول مرة لبنان بيمر بأزمه. بتتذكري شو قالوا 1958؟ قالوا حرب أهلية. رجعوا بال 64 وب 73. وشو صار؟ ما صار شيء. هيدي حرب التيارات اللي عم تشوفيها هالأيام بين سوريا وإسرائيل، هيدي تعودنا لها. هلا بلدنا ما في شيء. ورح برهن لك إياها. هيدي أول قطفة من مزرعتنا. قالوا لي المزارعين إنه الفوج الأول بلش ينزل على البلد شهر قبل موسم. شو بدك أحسن من هيك؟ دوقي. دوقي من إيدي. دوقي. الله أكبر.
شيلوا سيارة السبع أعين. ممكن تحكيني شو ناوي تعملي؟ رياض الوضع مش طبيعي، عم تفهمني ولا لا؟ بعرف الوضع مأزم. مأزم؟ الناس عم تموت وبتسميه مأزم؟ طيب هلا شو الحل؟ شو فينا نعمل؟ اترك بيروت هلا. هلا بنركب السيارة ونروح. هلا. ماما شو في؟ نروح ولوين؟ بنروح على الجبل. ما هدي اعصابك شوي. الجبل البيت ما بينترك. العصا بيت عم بتفضي بيوت العالم. ان شاء الله عمره ما يرجع البيت. اذا بدهم ياخذوه رح ياخذوه، كنا هون ولا لا؟ رياض انا تركي، تركي مع الولد. امي هلا ما تتصرفي هيك. لك امي رح تخلعي لي كتفه من محله. ماما إذا بتريدي ما تتركي بابا لوحده. ماما على القليل انتظري بابا. بيك ما بده يجي. أمي حتهورينا ماما. أمي عم بتسوق بنت ستيف ماكوين لك، ليكي بابا هون. يا الله يا الله يا الله. الحمد لله على السلامة. إيه الحمد لله على السلامة. بس احترق دين اخت العربيه، احترق زلافة. عشو طايره مثل الصاروخ؟ ما نسوان ما بيتمسكوا دركسيون. شو صاير بالدنيا؟ شو الزلمه معه حق. احترق دين اخت. ليك تفضل شرد. شو بيصلح هاي العربيه؟ شو بيصلح؟ عشو طايره مثل الصاروخ؟ عشو طريقك بطايره مثل الصاروخ؟ لوين وين رايحه؟ عشو انه شو بيجلسوا هيدا خيي؟ سنترتها على نص العربيه سياره عرجه. حدا بيقول لك سيارة بتاخد من حالها؟ اخي بس انه حديد بحديد. ما تخاف بكره بتتعود. امي صار معها زيت الشي من بعد ما مات البابا. صار معها انهيار عصبي فوتناها على المستشفى. وبعدين لما رجعت على البيت وقفت تعطي دروس البيانو، حتى ما كانت تخليني ادق. مشان هيك انتو نقلتوا؟ بعت البيت وكل شي فيه، حتى البيانو. من وين نقلتوا؟ من بعلبك. شو اسمك؟ ناي. وانت؟ طارق. الحمد لله على السلامة معلم مصطفى. الله يسلمك معلم طارق. هيدا كريستو، صاحب محل فليبر. وليه كريستو؟ بعدك عم بتحكوا؟ كريستو حج ولاد. شو يعني حج ولاد؟ يعني حج ولاد. رئيس درويش. شو ابن النويري؟ كيف لك لاشين؟ لاشينكوف؟ هلا بنحكي ار بي جي. بكره بعلمك عليه. درويش كان زعيم معركة الهوليداي ان. المرة لقطوه بالخنجر رسم محية على جسمه، مشان هيك بنسميه ابو حنش.
هالمرة لقط 4 زيمة من الشرقية بس ما قوصهم. بتعرفي شو عمل فيهم؟ شو؟ كبوا من الطابق 15. سألني ليه؟ قال بدي أعلمهم كيف يطيروا. ست مي شرفي على المكتب. معلم حسن. أهلاً بالرئيس طارق. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كيف صحتك؟ الحمد لله. مين الست؟ بري عليك. أهلا وسهلا فيك يا أستاذ طارق. أغمور. مين على ذوقك؟ تكرم عيني. بعودك. ما بدك فريد؟ بلا. يا حق الراس. تفضلي مادموزيل. تفضلي. شرف وهلا لك. على حساب. غيره. سلامتك. يا اسماعيل احترقهم 5. شيل كلبك. يا كلب شو عامل لك الكلب؟ ها؟ ما بيتها يجي حدا إلا عليك وعلى عمر. عزوري شيل كلبك. روح انت شيله. خاين. عزوري بيسع. بسم الاب والابن والطفوري عندي بيت. لعبدك العجل يا عزوري. مسيح شدو صيح دوزو دورو يا مسيح. صار الساعة ناطرك. هيدا عزوري بعد لبلعوا سرميتي. عمر هيمن. بالإذن. لفزرة إن شاء الله. أنت هيتك ما بقى فيك نخاب المرة. لك شو بك؟ حكي مثل شخاخة بالرمل ولا شو؟ كم مرة بدي لك ما تجيب معك حدا لهون؟ انت رح تصب بالفضيعة. لا الله ولا محمد ولا جنة ياخدك اخذ رح يطلعني منه. مين جايب معك سيد طارق؟ مي جارتنا الجديدة. إلا؟ عمر البنت آدمية كتير. عن جد؟ بعدين ليك. البنت يتيمة من بيها. يتيمة من بيا؟ إلا شو ما بتجيب كل دار الأيتام لهون؟ شو ماما طارز يعني؟ بعدين شو الصليب اللي مشان قلتو؟ صليب؟ شو له دخل الصليب؟ له دخل ونص، هلا رجع البيت. سوق. ما بدي لا كاميرا ولا فين. يا هي بتجي وإلا الله معك. تعال هون، قلت لها شي عن فيلم؟ لا. ولا شي؟ لك لا. رح تجيب لي السكتة أنت. أنا مي. جربت تلف النسبيرو بس خطوط التليفون مقطوعة. لوين رايحين؟ عالزيتوني. ركبه وراك. Thank you.
شو بدها؟ بدها راس العبد. معلم معلم فينا نقطع؟ إذا بدك لهونيك. إيه تفضل تفضل معلم، بس شوي. الله والنبي معك حبيبي، تفضل. طارق بليز خلينا نرجع. ولما شرف التاني مسكرة رجع. معلم بدي روح على المحل هونيك، شايفه؟ هونيك روح رجع. لي روحها بلا رجعة، سبعة بين قتلوا امبارح وما قدرنا شلناه هون. ليش شو اقوى انت؟ عمو انا بعرفه لابو حنش. معلم درويش. ليش شو اقوى انت؟ لي وين عايش؟ محمد وفيق عبد الله، تعال شوفوا لي هالقراع شو بده. امشي قدامي على الحيط. ليه؟ طب لحظة شو؟ على الحيط. وين الشباب؟ من هون من بيروت. بيروت الغربية. بيروت الغربية. معكم هويات؟ ما معكم هويات. ايش بدي اعرف انكم منكم جواسيس مسيحيه؟ ما انا مارق على راسي كثير من هالاشكال. وانت منين؟ عم اسمع شوي. نحن مسلمين من الغربيه. وفي شيء بالجيب يا وفي. روي شوي. حبيب شو روي شوي؟ ليش شو روي شوي ولا؟ روي شوي. روي شوي. روي. هيدا صاحبي طارق هون بالتستراك ساتر، بتقول له بالعربي الفصيح. اخي ولع ولع. قولي يلا تحرك. ولع تعال هون. اخي ولع خلص ولع ولع. روح بتقول له بالعربي الفصيح انه المحل اللي بيظهر هونيك فيلم مسكر، بس لا الا فاتح. قلت له انه المحل مسحوه، اختفى من الكره الارضيه. بس اخوات شاناي هون اعند من التاس. اتركوا علي والله معلم. خلص روي شوي. اتركوا علي والله لا ربيه معلم، والله لا ربيه. مين عن يلي برجع على الزيتون؟ الله يوفقكم، الله يخليكم. معلم إلا ما ظهر الفيلم. إن شاء الله لو بدي أطلع على المريخ. على المريخ؟ لك إن شاء الله تطلع روحك على المريخ. ما كنت روحتنا من شوية. وأنت يا بنت الصليب، إذا بعد بدي أشوفك حاملتيها على عاد، إيدي لشنقلك عليه. سيبي هاي. بينك وبينه رح صير مثل خالي بديع. أعطيني إياها. لك أعطيني إياها. طارق بليز. بدك رح
العبد؟ ما بدك راس العبد؟ معلم؟ نعم. معلم. نعم. بتظهر شيء هيدا الفيل؟ لا حبيبي، هذا منه خالص، موديل جديد فيديو. طب بتعرفي فينا نلاقي محل؟ انا ما بعرف، جرب اسال شرقية. لك الشرقية؟ لا بيصلبوك انتو الفيلم. نبعت شي حدا مسيحي. مي بتروحي على الشرقية؟ بدفع لك التاكسي. ما في الا القنابل بتروح على الشرقية. ليه اهبل؟ التاكسي ما بروح الا على الحدود. وبعدين مجبورة تقطع اجريها تحت العنز. بيت الخال، انت بتعرف اي حاله نحن بنصير اذا حدا شاف الفيلم؟ جرسة. شو جرسة؟ ماشي. ها تفضل. انا بروح على الشرقية. خد بقى. طاري قلت لك انا بروح على الشرقية لانه بعرف ناس. مريم العذراء سكري. عم تقول لي سكري؟ ايه عمل لك سكري. تاكسي تاكسي تاكسي. كسخت الساعة اللي خليتك فيها تصور. جيبها قبل ما تجيب لي الفطار. اعطيني اياها. هيدي الكاميرا خلص فينيتو كابيش. طارق 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 اسمعني اذا بتريد اذا بتريد اسمعني طارق اذا بتريد اسمعني في شي بدي لك اياه شي مهم. بابا بابا بده ايانا نبلش نصلي كل يوم جمعة بالجامع هلا انه ما في مدرسة الدين بينفعنا بده ايانا اقرأ القرآن انت قاري له القرآن انا ولا كلمة تصور بده يفيقنا من طيز الصبح نصلي قال لأنه لازم نصوم برمضان وألف درب سخنة. طب شو قالت أمك؟ ولا شيء ولا كلمة. رحت اليوم اشترت حجاب وقال ما بقى بدها تلبس كم قصير. شو عم تحكي؟ بتعرف شو كمان قال؟ قال المسرح حرام والسينما حرام والروك أند رول موسيقى خلاعية. شو يعني خلاعية؟ يعني السكس وموسيقى السكس من عمل الشيطان. خد بقى. هلأ بول أنكا صار عميل للشيطان؟ شي غريب الشكل بيّا. طب شو قال عن الموسيقى العربية؟ قال أم كلثوم معلش. أم كلثوم؟ ما أم كلثوم ما بتغني إلا السكس. عن جد؟ شي غريب الشكل بيّا. ما بدي روح على الجامع. تعرف أول آية من القرآن؟ لا بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يلا قول من ورا قول. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط. ليه؟ من أمتين حضرتك بترتل؟ الله وكيلك من الشيخ لديك طلع بريمي شو انك كافر يا ابن عزرائيل اه يا مجرودي يا مجرودي مش عراني يا مجرودي مش عراني عمر وين مي عمر عم اقول لك وين مي ما بعرف تركني على حالة لك كيف بدي اتركها على حالة لك مي مي لك وين البنت ما قلت لك ما تتركها لحالها ما تركتها لحالها ما كانت معك ما كانت معك انت كمان ماي ماي لك مصيبة هاي رحت البلد تعرف شو يعني بركي اخذت التاكسي تاكسي شو تاكسي كيف ما بعرف ماي كس امك يا عمر كم مرة بدي لك انه ما تعيط لمريم العذراء هلا شو بدي اقول لها تانت روز بنتك عطتك عمرها لك مصيبة هاي
ما شايف السنة قدامك ولا لمين ولا يا اخو الشرموطة؟ علي اخو الشرموطة؟ احترم حالك شو عم تقول؟ علي بحالك شو عم تقول مع مين عبدك ايه؟ ولي احترم حالك؟ انا احترم حالي؟ انت واحد منك ولي ضبطي بحالك؟ شلك؟ انا شلك ولا؟ ما بنظر شيء بتقول لك كلمة شلك ولا؟ انزل يا بكلك لمينك انت؟ نزل برا استنيت فيك غنيق نزل برا انا بفرجيك ولا؟ تسترجد تهرب منك انت واحد فينك لازم راسك هلا فينك زاد انزل لك بكلك رابتك ولي هلا بتنزل انا بكلك ماما شو بعمل لك؟ في ناس بجم بهالبلد تروح تنقبر على الجنوب. ماما عم تحكي هيك ليش بعد في جنوب؟ بكره بنتهجر مثلهم. شو هذا؟ هيدا الغدا ماما. وليه يا نحسين؟ وليه انت واحد شخاخ؟ وليه انت واحد اصعر؟ وليه انت اهلك ما ربوك؟ وليك السخط اللي ربيك؟ وليه فكرك؟ لا انت واحد عصب ضريت انت ولا لفكرك ما شفتك انت والبنت تحت. شو فيه؟ وينك؟ اذا بعد
ابنك بكب زبالته لعندي. اه والله لكسر له اجريه. واذا بعد بشوفك عم بتمدي ايدك على ابني الا انا اجريك على جنوب ظهري لبرا. لك مين عم يحكي ليه؟ ولك قطيع اللي تقطعك انت ويانا قلك جنوب. لا ما روحها صحيح. ولا بقول لك كراتي تدفك انت وياه بقول لك جنوب. لعيب عليك. ولك ابنك راح يشلطك. ولك عمرك ما ترجعي. شالت الحيولة؟ ماما ما أنا يلي كبيت، والله ربيها لها الأحبة. عن جد شي حلو، يعني ما في حدا لسانه أوسخ منها إلا حضرتك أستاذ طارق، والله رح تعمل لي انهيار عصبي. ماما ما تأزم الوضع. أزم الوضع؟ تعال شوف، تعال، تعال. أزم الوضع، تفضل. شو هالفوضى هاي؟ ما كفينا فوضى برا؟ لك شو هاي؟ وهاي شو؟ وهاي شو؟ ما في خزانات بالبيت؟ هيدا شو هيدا؟ شو هاي؟ صار في سلاح بالبيت؟ ماما هاي نقايفة. لك شو هاي؟ ما معقول؟ ولك شو هون؟ هيدا شو؟ لا ماما دخيل. شو هاي؟ Escape from hell. Escape from hell؟ قدي صار لك ما فاتح كتاب؟ ابني ابنك داش على الطرقات يا فايت يا ظاهر كل النهار برات البيت ما عم بعرف وين عم بتكون شو عم تعمل ما بعرف شيء. ماما طب ماما اسمعيني شو قولي لي شغلي عم بتشوفيني على الطرقات مثلا مع المسلحين عم بتشوفيني عم بنهب بيوت العالم عم بتشوفيني عم ركب كوكتيل مولوتوف. طارق انت وبيك لازم تساعدوني. ماما بدك اعمل لك ساندويشة سردين رهيبة. بما انك امي انا وبابا رح ندرس وعد بس بعد ما ربيها للست ناهدة. طارق ليش أنا على طول ببوز المدفع إيه؟ 3 ملايين نفس ببوز المدفع على طول بسأل حالي شو راح يصير فيكم إذا أنا مت بالحرب أوراج أو ديزيسبوار أو فييس أنمي نيج دونك تان فيكو كبور سات انفامي Et ne suis-je blanchi? Et ne suis-je blanchi dans les travaux? Guerrier. Que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers. Flétrir tant de. Baillé, les carifs viennent à le masrah. Baillé, c'est un tahanak ma'alou azé. Yann en est matelou à l'amar henne ou ambigano chahar. Lek yallah ya wala, tariba rahfusta. Le cid min aham l'amel bel adabi faransi. بفرنسا ما نحن بلبنان مش عم نخلص لك يا بابا كلنا قرينا كورني لا كورني ولا طه حسين عيفني طيب شو رايك شوية انجليزي لا لو صار لك 6 أشهر بلا مدرسة ايه ما حق علي لما بتفتح بيصير شي تاني ما يمكن ما تفتح بالمرة من تمك لبواب السما طيب شوية تاريخ عربي تاريخ عربي يلعن العرب ليش يلعن العرب العرب جرب ليش انت شو؟ أنا لبناني فينيقي فينيقي؟ مو سمعها من صف تاريخ العرب بالعكس يا بابا لازم تكون فخور بتراثك العرب بنيوا حضارات من إسبانيا للصين وانت بتعرف انه الأوروبية كانوا بعدهم بالمغاور لما العرب كانوا بالطب وبالفيزياء وبعلم الفضاء وهيدا من 1000 سنة ايه من 1000 سنة روح هلا شوف ما بقدر لومك صح هالايام العرب برموا ظهرهم علينا لا مش بس العرب العالم كله برموا ظهره على لبنان بس كمان اذا ما درست ما بتتخرج بدون شهادة تنتهي مثل ابن عمك خليل بيع فلافل فلافل؟
أنا بموت بالفلافل. نفس. مسكت له إيده. يا العدلية مسكرة. Good luck!
مرحبا طنط. طنط؟ تقبرني. قال طنط قال. وين البيت؟ هونك؟ أكيد. لك روح يلا. لك إيه؟ طنط. روزي عشان عريس يا نور الشامي يا مرصاص على الثواني عيني مش يا حبيبي تعا 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 يا هيتي بجهنم. مع مين جيت يا ابني لهون؟ طنط خليني اشرح لك بالغلط. والله والله ما حدا شايفني. ولك يا معلمتي ما عم بقول لك الشاب انه اجى بالغلط. اتركيه للولد عم بتفزعين. يا معلمتي روحي شوفي شغلك يلا بسرعه. طنط وحية امي وبيي انه ما حدا شايفني الا الله سبحانه وتعالى. طنط رجع على بيتك حبيبي. طنط في ضرب كتير برا. ايه بتنطر تحت ولما بيوقف الضرب بتروح على بيتكم يلا. طنط بعدني واصل بس شوي. ابدا والابني ما بتفهم عربي انت. يلا حبيبي يلا روح على بيتكم هذا المحل مش لناس من عمرك. هلا طنط قولي لي شالي الك قلب تبعتيني لبرا. يا ارض انشقي وبلعيني وبتعرف منك قليل انت ها. يلا يا سليم تعوصلوا للشاب. هلأ طنط قولي لي شغلي شو قلو دخل العمر؟ شو قلو دخل العمر؟ كيف شو قلو دخل العمر؟ العمر لك 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 مين قاعدي عم جادل أنا؟ طارق طارق انويري مرحبا. شي منين طلع لي انت والابني منين طلع لي؟ أنا من الغربية. غربية؟ شو هيدي غربية وشرقية؟ هيدي هم في منع حبيبي شرقية غربية عند أم وليد بيروت وبس. هلا حضرتك ست أم وليد؟ لا لا ما عجبها؟ لا 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 بالعكس طنط ما هيك بس إنه نحن فكرناكي شو أسطورة من هالأساطير. أسطورة من هالأساطير؟ منك غلطان حبيبي ومنك الوحيد. بيروت كلها بتعرفها من هي لأم وليد. شايف هالبيت اللي قدامك طلع حواليك منيح. هالبيت صار له معمر 70 سنة وبعده واقف على إجراه. بيروت كلها ما في بيت مثله. هالبيت يا ابني بيت حلال. يا روزي روزي كباية حليب للشاب. بالإذن طنط أنا ما بشرب حليب فنجان قهوة بيمشي. حلوة روزي؟ لا ما حلوة روزي؟ كتير يا عكروت. الله على أيامك يا بيروت. معلم سليم لشو السوت يا؟ لك سر؟ الناس إذا شايفك الناس مع السوتيان بيتركك لحالك تروح.
وإذا ما كنت حامل واحد الله يساعدك. حتى لو كنت بعيد؟ حتى لو كنت ببطن أمك. يا أولاد الحرام! لك يا زلمة، لك رحت عند ماي، عند كريستو، لك خربت الدنيا عليك، لك شو صار لك؟ لك قلت راح الزلمة. ليك إذا كلمة واحدة بتطلع من تمك بجهنم منصير، فاهم؟ حلوف. وحياة الله. لا حلوف. وحياة نبينا محمد. شو كمان؟ لك شو بك؟ احكي. عمر ما تسألني كيف وصلت له، لأنه كيف وصلت له أنا ما بعرف. عمر اكتشفت محل لأم وليد. ليه؟ بتروح على بيت الشراميط وما بتقلي؟ بوردال اسمه. فتت على البوردال؟ عمر فتت لجوا. عمر بعرف كم بلاطة فيه. الحريم مثل السردين. تعرفت عليهم كلهم. بامبي، صبحية، رشدية. ايه في واحدة اسمها روزي. عملت الفنجان قهوة بعقل مع شوية حليب. حليب؟ ما هو من دون شي بتتهيج. فتصور إذا جسمك معبى بنسكافيه. نسكافيه؟ لو جسمي كان تعبى برصاص وانت عم تتنيز عن بيت الشراميط؟ بوردال اسمه. شو رأيك أعمل لك شاي بدل هالمدعوق اللي عمال تشربه؟ شو شبنا؟ لك هاش تطلع بهالتلفزيون ولك تطلع فيني ها؟ شو ما شايف؟ هندست لك شبوبيتي وزوزقت لك حالي. هلأ بيقطعوا الكهرباء ما عنا غير هالشمعة. فوت ضويلي شمعاتي لفيوزات مخي انطفوا على الآخر. فوت فرجيني نجوم الظهر يا بعلي ولك يا تاج راسي انت. شو بسبعك وبتلحقني ولا تصبعني وبالحق؟ انهز قبل ما نركض ركض على الملجأ. يلا قوموا قوموا. الزيتوني ولك العفاريت مش عم تحط اجره بالزيتوني. ما سمعت شو قال؟ منطقة الزيتوني لا سالكة ولا آمنة. الزيتوني؟ لك الزيتوني صار خط لماس. حكي لها الزلمة بركي بيسمع من الصليب. لا تعرف شو طارق؟ أنا بستاهل كل اللي عم بيصير فيه. كل مشاكلنا بلشت لما خليتك تبصبص على مرت خالي ليلى. مين هاي ليلى؟ ما خصك. تعرف شو يا طارق؟ كل اللي عم بيصير فيي الحق علي. لو من الاول ما اشتريت كاميرا السينما مين بيعرف؟ يمكن ما كانت بلشت الحرب. بعدين اللي شغلي يعني ام وليد ما كان فيها تفتح بيت الشراميط الا بالزيتوني. اسمه بوردال. رايحين على بوردال؟ لا رايحين على جهنم الحمراء. مرسيدس ما هتجي اليوم، مشينا على البيت. لا أنا رايح. رايح لك القناص بروحك بنزل روحك يوم تطلع، شو مجنون أنت؟ حسعيد عن جد توصلنا اليوم. عمر قلت لك أنا رايح عن طنط مريض فيك أو بليك. طب ما تدخلها بالداخل. طاري مش تخليكم تفشكوا لبرا. صار لنا ساعتين ناطرين، شفت شي دومرة على الطريق؟ للكلب ما بيسترجي يقطع لهونيك. رح فرجيك شي ما شايفه بحياتك. لا ما تفرجيني شي. طاري بليز. عمر عندي تكنولوجيا. التكنولوجيا؟
لفاجيتك من وسط. إلا تقولي طاري بدي غزل البنات، طاري بدي راس العبد. طارق عمر ما وحق كمان بلاكن هروح هيك مطرح، كيفينا وجع راس؟ ليش عم طلع في هيك؟ ماي سوتيا ماي بليز بدي سوتيا ما تطلع بروم وسكس كمان طارق لوين رايح طارق انطر شوي وقف شوي طارق طارق عاجبك شباب يسحب خط التليفون ايه رقبته لاسحبها اسمع اسمع سعيد سعيد اسمع بتقله بتقلك ام وليد اذا شمت ريحتك على الزيتونه لا ترمي لمرتك وتيتم ولادك ابن الحرام ناطور بنيه طنط ام وليد خليني اقول لك شغله بالاذن يعني أنا اليوم اكتشفت الحل للمشكلة اللبنانية. لازم جميل وعرفات يجتمعوا هون بالزيتونة. وبنفس الوقت كمان مرحبا استم وليد. هذا صاحبي عمر. أنا طون. أنا باخذ فنجان قهوة وسط مع شوية حليب. وكمان طون. لازم كمان بشير الجميل. وهي ما يحدد. بونجور طنط ام وليد بونجور يا مصيبتك يا ام وليد لا 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 انا بيظهر امبارح حدا حاطط لي ماده غريبه بالارجيله لاني ما عم شوف بعيوني منيح يا جماعه انا الهيئه ماني فاتحه بيت حريم انا فاتحه بيت وجع راس طارق حبيبي هون نزل السرور ولا شو ها بعدين منك شايف شو عم بصير على الطرقات ولا مش سامع لا لا سامع سامع بس عنا اتصالاتنا بالبلد عرفتي كيف؟ يعني طن يعني نحن ما جينا لهون لما نعرف الكود السري كود السري؟ لا لا هلأ طفح الكال انت وياها انطروا برا برا طارق مين طلب منك تجي لهون؟ جاوبني أنا سمحت لك شي ها؟ بعدين مين جايب لي معك؟ مين جايب معك يا أستاذ طارق؟ سليم لا اقصف عمره كيف سمح لكم تفوتوا لهون كيف يا سليم سليم طنط معلم سليم ما عمل شيء بالعكس على سلامته الزلم اه سلامته عم بيجيب لي اولاد سليم ايه ما بكفيني ابني وليد طنط روي اعصابك بسكب لي كيس لا ما تسكب لي شيء راح بطلع عن ديني اليوم ما على بنا ما عندك دين ما كفروني اولاد الحرام الزبونات امبارح نقلوا لي حرب لهون قال شو كيف الياس بده يفوت على الأوضة بعد ما طلع علي منها الله لا يوفقهم وعركت يا حسرت طلعت الفلة بهالمعطرة روزة يا عمي
التخت له دين؟ خلاص البلد راحت. قوم يرضى عليك، احمل حالك وفل على البيت. ليك حبيبي اللي جاي تشوفهم مش موجودين. بح شوفهم قاعدين عم نكش دبان. طنط ما هيك انا حاجه تقول لي طنط؟ طب مدام ام وليد. ولا مدام ام وليد، ام وليد وبس. خلاص استوب، ولا كلمه. طب طنط خليني كمل. طارق برا، ولا كلمه. خلاص طارق، صورة وجهك ما بدي اشوفها هون ابدا ابدا يا ابني. انا لا بعرفك ولا بتعرفني. برا طارق، برا. بسيطة. كنت افكر انه بعد في شوية امل ببيروت. شغلي شو رايك ببيروت؟ كريزي. بيري كريزي. هلا صار فيني روح وين ما بدي. شو على طول بدني فتش عليك؟ طارق بيت عنا بالويل، هدى هربت على قبرص بنص الليل، ومع مين؟ مع واحد من الشرقية بيصلح موتيات. بابا الله يستر رح يصير مثل خالي بديع. مين زعلك؟ أنا شي؟ لا قل لي إذا قلت لك شي زعلك. لا عمر، ما لك دخل. لكن شو في؟ إيه؟ كرمال أم وليد؟ شوي. إيه أنا كمان كنت مفكر إنه كانت أدمية أكتر. بس لو كنت محلها كنت عملت ذات الشي. يعني الروحة لعندها مش كأنه رايحين على الهنولولو. يعني أنا السرعة يلي سرعتها أنا عم بركض لهونيك كنت أسرع من عبيد أفريقيا، وأنا حامل كلة الحرمية. بقى في مصاري بالبيت. صرنا ناكل سردين بالقليل 3 مرات بالأسبوع، وبابا ما طالع بإيده يعمل شي. حتى ما بقى بيروح على الشغل، ما بسترجي اطلب منه خارجية. تتذكر لما بلشت الحرب كنا ننبسط؟ ولا بفكر انه رح اخسر اهليتي. ساعتها ما بيفضل لي حدا. مرة صايرة معك بتشوف حدا صيبته مصيبة بتقول منيح انه نحن مش بمحله، واليوم كأني انا بنص الساحة كل الناس عم تتطلع فيي وتقول حرام الزلمة منيح انه ما بمحله.
ريتها بترجع على المدرسة. يا ريت بترجع مدام فييار. هيك؟ افتكر انك عجبتها لمي. لا، افتكر انك انت عجبتها. هي يعني اثنيناتنا عجبناها. ايه اثنيناتنا عجب. طارق ما تبلش. اوكي؟ ولي يا سوقي. بيروت الشرقية هيك. لشو ما منسافر؟ لأنه أنا طول حياتي عم بشتغل بهالأرض مع المزارعين. شو منرجع نبلش من الصفر؟ وماما شو فيها تشتغل ببلاد برا؟ قال إنه بتشتغل على الدكتيلو. دكتيلو؟ أمك محامية مش طباعة دكتيلو. بكفي بقى أنت وأمك تحكوا بالهجرة خلص. باقيين هون مثل كل الناس. مش لهالدرجة الحالة خربانة. بكره بتشوف. لمن انا كنت بعمرك مرقنا بحرب ورا حرب ولا مره اهلي فكروا يتركوا ولا حتى على امريكا. امريكا اعوذ بالله. امريكا هلا كلكم بتاكلوا خبز. لا خبز. يلا مشينا. الله يسلمك. نعم يلا حسن. ماما ما عطوني الا نص زينة شمع من هيدا الكيس. معلش معلش. بالاذن ربطتين يا معلم. ربطه واحده خيي را الارمي اليوم عندنا. مشيها. اتفضل اعطينا ربطتين. اللي بعده عملك معلم حسن. بدي ربطتين خذي. ربطه واحده يا اختي. شو في الناس وراك؟ عائلتي كبيره. إيه؟ الله يزيدك. تفضلي. يا عمي يا جماعه هدول كل اللي ربطوا لنا اياهم اليوم وبعتون واللي ما عجبوا يروح على فرن ثاني. لك يا خيي يعني بكفينا وجع راس. يعني بيقول لي علي سكر المحل واخذ الشغله من اساسه. طول بالك معلم حسن. طول بالك. ماشينا يا معلم حسن. الصبح ناطرين. انا انت وياه يا خيي اللي ما عجبوا يروح يشكى عند الدوله. اي دوله يا خيي؟ وين في دوله؟ عمي ما نتشكى. وسع تفضل. 20 ربطه على السريع حسن. درويش وين بالدار؟ شوف الناس صاروا من الصبح. ابو حنش ما تجادل. قلت لك 20 ربطه يلا مشيها. درويش خلصنا بقى بدنا نطعم الكل. من الصبح كانت امك هون. الله يساعد عليك. انا حاملكم الحي. لما اقول لك 20 ربطه يعني 20 ربطه ولما اقول لك 50 يعني 50 وتكرم عينك. حامل حي وتكرم عينك. 20 ربطه ما في بس عم بعطيك 10 ربطات ما كرمالك كرمال امك. الله يساعدك. مين؟ لف له 10 ربطات على السريع اوام بسرعه. ولا كلب عمين عم تكبر راس. اخو الشرموطه ما بتفهم عربي ولا سريلانكي؟ شو بتفهم انت؟ مش هي يا معلم. قلت لك 20 ربطه 20 ربطه. بتعرف شو؟ ابو حنش اذا كان هيك ابن المنطقه واذا كان هيك حامي المنطقه ينعن اختي اذا بعطيك حبه قمح وراسي براسي. اللي بعده. إلانيك حريمك. أنا فرجيك. كيف؟ هذا نفسك. هذا بدك تعمل العالم 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 بدك تعمل العال
رياض. رياء ولا ممكن، ولا ممكن ابدا. عم تسمعني؟ شو بها امك؟ شو بها امك؟ شرف انزل على الطرقات شوف شو عم يصير. روق اعصابي، روق اعصابي. هذا كل اللي بتعرف تقوله وتعمله. قعد لي انت والكتب، وهلا عم تنزل، هلا عم تظهر، هلا عم تشتغل. ليك مستعد اعيش فقيره، مستعد اعيش جوعانه، مستعد اعيش بلا ابني، بس ماني مستعد ابدا اعيش تحت الذل. بابا اتركنا لحالنا شوي. قلت لك اتركنا لحالنا شوي. لك شو غير لك عقلك؟ على بنا لازم نحارب الامبرياليه. رياض الناس عم تبيع بلدها، عم تفهم؟ لازم نترك. نترك؟ نترك لوين؟ ان شاء الله على تمبوكتو. اي لا، هيدا مش حكي. لوين بدك تروح؟ على الاردن؟ اليونان ولا باريس؟ انت بتعرفي شو بيسمونا بسويسرا؟ ريفوجيي لوكسيو. بلندن الكلاب عم تجي تشم اللبنانيه على المطار. بامريكا بيسمونا زنوج الصحراء. وصلنا لدرجه انه عم نترجى الشيوعي بس حتى يخلينا نمرق ببلاده. اليوم اللبناني صار على الليسته السوداء. اليوم صرنا كلنا ارهابيين، كلنا تجار حشيشه. ايه شو بتسمي هيدا؟ مش ذل؟ رياض البلد ما بينعش فيه. لازم تفهمي شغلي هلا. انا ما بدي انتمي لاي بلد تاني. انا باقي هلا. باقيين. اذا انا متت برتاح. بس اذا انتو متوا. رياض بعتذر عن اللي صار اليوم. الحكي طلع من تمي هيك. هلا مش بس انت مقهورة، انا كمان اوقات بحس انه لازم اطلع على الشارع صرخ مثل المجنون. 100,000 قتيل وبعدهم عم بيلعبوا فينا مثل طولة الزهر. بتعرفي؟ بيقولوا انه الحرب بتقرب الناس من بعض. بس يا ترى اذا خلصت هالحرب رح نبقى مع بعض انت وانا؟ لا نسيت. ك
كرمالي. صلي زمان بس شوي. يلا